أصدرت هلسنكي بياناً أفادت فيه أن القمة الروسية الأمريكية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ستبدأ يوم الاثنين في 10 صباحاً بتوقيت غرينتش. بحسب البيان سيستمر الاجتماع لمدة 3 ساعات، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك، وينوي قادة البلدين بحث آفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضاً مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.